وياه. مرات وانت راكب الحصان طبق نقطة طبقة مثلا في القرآن أو الدعاء، مثلا تقرأ نفسك أو بالك في مخك يعني معوذات أو أي صورة، مثلا متلخبط حولك الناس يتكلمون تلفزيون إلى آخره، فما أنت مركز وناسي مثلا بعض الآيات، فتحاول تقرأها آية آية في مخك، آية اللي بعدها اللي بعدها أنت تخلص تماما، أو الصور، فعندك عدة صور تبغى تقرأها بنفسك، معوذات الكرسي إلى آخره. ابدأ بواحدة ثنتين، خلصتها ابدأ بثنتين ثلاث، خلصت عشان تضمن انك تخلصها كلها. اذا تحط بالك لو بخلص العشر كلها ورا بعض تتكيسل او تعيج وتنساها. فسو حد ادنى لا تقل عنها، تبي تزيد زد لك لا تقل، ثم تدريجيا استمر وصلت لحد ادنى، حط حد ادنى اخر، حد ادنى اخر لين تخلص. هيك في الدعاء فعندك عده ادعيه تبغى مثلا تقولها، وبسبب وضعك والاشياء اللي منشغل فيها تنسى تقولها، حط لك حد معين، ثلاثه وصلتها، ثلاثه وصلتها، عشرة وقتها ذلك. بس في كفر ركوب خيل، تدريب الخيل اي مجال في حياتك، بس كسب خيل بالذات قوده في ركوب غيره، حط لك اساس ما راح تقل عنه. مثلا يوم بركب الحصان او اقعد الحصان على سيف مورد اخري، عندي اساس معين لا بد اسويه، فرضا من ابقال عن 3 كيلو كركوب، او مثلا وضع اخر من ابقال عن 4 5 تمارين اساسيه، او من ابقال عن في القود فرضا 3 4 اوضاع في اختلاف حقيقي وقت ذلك. من يوم توصل لحد الادنى ذا تبي تستمر استمر، ما تبي تستمر اقل سويت كفايه. لا تحط ببالك رقم كبير إنجازه أو فعله قد يكون صعب لسبب أو لآخر، تتعجز أو تكسل أو حتى تنسى، فحط لك حد أدنى منطقي مو مرة قيدك مو مرة كثير. إذا وصلت بغيت زيد زد، ما بغيت زيد حط لك حد أدنى آخر وتدريجيا سوي لما تحتاج وقتها ذلك. فحركة مفيدة جدا حتى في الكتب، مثلا مقرأ كتاب 50 صفحة مو مرة عاجبك ما تبغى تغصب، نفس الوقت بتشيلها مالها 50 صفحة صعبة، طيب بقى صفحتين ثم بعد شي صفحتين ثم بعد شي صفحتين، خلص بسرعة. هذاك عندك عدة كتب بعضها زين وبعضها شين، تبغى تخلصها كلها نوع صفحة صفحتين ثم صفحة صفحتين ثم صفحة صفحتين ثم ارجع كرر العملية. اما اجبار نفسك على رقم معين لا بد منه، خاصة لما يكون شيء روتين تسوي كل يوم، تمل مع الوقت فتبدا تنسى او تتعجز او تكسل.